أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في أكبر عملية من نوعها تمكنت مصالح الشرطة للمنطقة الأمنية لمطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء الليلة الماضية من إحباط محاولة تهريب 75 كيلوغراما من مادة الكوكايين كانت بحوزة مواطنين أفارقة قادمين من إحدى دول أمريكا الجنوبية. هذه الكمية المحجوزة لدى أشخاص منحدرين من غرب القارة السمراء تعد أكبر عملية تم تسجيلها في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالمخدرات القوية المضبوطة بمختلف النقط الحدودية للمملكة المغربية. وتم العثور على هذه الكمية من الكوكايين مخبأة بإحكام داخل مجموعة من اللوحات الفنية للديكور والقطع الكهربائية لأجزاء السيارات وبالحقائب اليدوية للنساء وتحت أغشية كراسي الأثاث المنزلية وكذا داخل حقائب معدة للحواسيب، كما عمد الجناة إلى استعمال بعض التوابل حتى لا تنبعث رائحة المخدرات. البحث لازال متواصلا لتفكيك هذه الشبكة الإجرامية، حيث تم التعرف على مجموعة من المزودين بأمريكا اللاتينية وعلى هوية بعض الأشخاص المتورطين. القطاع السياحي بالمغرب أدر خلال سنة 2013 60 مليار درهم من عائدات العملة الصعبة رغم الظرفية الاقتصادية الدولية الصعبة. هذا ما أكده الحسن حداد وزير السياحة خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة نشاط الوزارة برسم سنة 2013 والإنجازات الخاصة برؤية 2020. القطاع السياحي حقق نتائج جيدة رغم الظرفية الصعبة، ما يؤكد أهمية السياحة باعتبارها رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث تساهم 9% من الناتج الداخلي الخام. أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن حجم النشاط المينائي الإجمالي سجل تطوراً جيداً في يناير 2014، إذ ارتفع بنسبة 17.8% مقارنة مع نفس الفترة من 2013، معززاً الدينامية الجيدة التي سجلها في نهاية السنة الماضية زائد 9% ليصل إلى 8.5 مليون طن مقابل 7.2 مليون طن قبل سنة. دوليا، كل يوم يظهر لغز جديد مرتبط بالطائرة الماليزية المختفية في 8 مارس الجاري، فالمحققون يرجحون أن تكون الطائرة قد اتجهت إلى جنوب المحيط الهندي، حيث قالت بعض المصادر القريبة من التحقيقات أن الافتراض الأقوى هو أنها اتجهت جنوبا، بل أنها وصلت إلى الطرف الجنوبي من المسار، مشيرة إلى أن منطقة البحث حاليا تمتد من غرب أندونيسيا إلى المحيط الهندي غربي أستراليا. رياضيا، تأهل ريال مدريد الإسباني إلى الدور الرابع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إثر فوزه على ضيفه تشالكا ب3 أهداف مقابل هدف واحد في مدريد مساء أمس في إياب ثمن النهائي، وفاز النادي الملكي في مباراة الذهاب ب6 أهداف مقابل هدف واحد بألمانيا. ولحق ريال مدريد بايرن ميونخ الألماني حامل اللقب، وأتلتيكو مدريد وبرشلونة الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموجز الإخباري، في أمان الله.